نختم بصور احتفالات أنصار نادي جوفنتوس الإيطالي باللقب الخامس على التوالي للسيري آ، ليكرر الفريق ما فعله خلال حقبة الثلاثينات من القرن الماضي. أصبح أول فريق يحقق اللقب خمس مرات متتالية مرتين. احتفالات أنصار جوفنتوس باللقب جاءت بعد فوز نادي روما على ملاحقه المباشر نابولي على ملعب الأولمبيكو بهدف دون رد، وهو ما يحسم اللقب للبيانكو نيري قبل ثلاث جولات عن الختام. كان آخر خبر في نشرتنا. أجمل تحية، سلام.